خلال أيام هنكون على موعد مع حدث مهم جدا يا جماعة، بيتم تنظيمه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. إيه هو بقى الحدث ده؟ هو معرض تراثنا. المعرض ده بيعتبر من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية اللي بتقام عندنا هنا في مصر. أنا عايزة أقول لحضراتكم إن المعرض بيقام على مساحة 10,000 متر، وهيشارك فيه إن شاء الله أكتر من 500 مشروع وجمعية أهلية من طبعا المهتمين بالصناعات التراثية. امتى هيبدأ المعرض؟ المعرض فعالياته هتبدأ من 2 أكتوبر وهيستمر لحد 6 أكتوبر، وكل اللي عايز يروح هيلاقي المعرض فين؟ هيكون موجود في مركز مصر للمعارض الدولية، وده موجود يا جماعة على فكرة في محور المشير قريب قوي من التجمع الخامس. المعرض ده بيتيح كل المنتجات التراثية المصرية المتميزة جدا من كل محافظات الجمهورية، زي مثلا المفروشات، الإكسس، المنتجات النحاسية والزجاجية والتابلوهات والخيامية طبعا، والصدف ووحدات إضاءة، السجاد اليدوي، الخزف، الجلود، كل الحاجات الحلوة اللي احنا عارفينها واللي احنا بنحبها، وكل المنتجات اليدوية اللي احنا بنتميز بيها. الحقيقة الحرف التراثية بتعتبر فعلا من أفضل المجالات اللي بتوفر كمان فرص عمل للمرأة، وده مهم جدا والله وحلو قوي، وسيدات كتير بتشتغل في المجال ده وبتبقى مبسوطة ومستقرة ماديا وبتحسن من ظروفها المعيشية جدا. والحقيقة كمان المرأة المصرية في التخصص وفي المجال ده تحديدا بتحس ان هي مبدعة، بتطلع الطاقة اللي جواها وبتطلع علينا حاجات حلوة جدا في كل ما يخص الفنون اليدوية. علشان كده أنا متأكدة أنه المعرض ده هيكون قوي جدا جدا، وهيتعرض فيه منتجات في غاية الروعة والجمال مختلفة، كلنا لازم نروح. كمان المعرض ده بيوفر فرصة لنشر الصناعات دي والفنون، وليه أهمية كبيرة جدا كمان في الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وتنوعها، وتأكيد ان احنا يعني الوحيدين اللي في الحتة دي لوحدنا في كل دول العالم، يعني احنا متفردين قوي في الجزء ده، علشان الكثير من الحرف والفنون دي مهددة بالاندثار. الموضوع ده بيشكل طبعا خسارة كبيرة جدا جدا للثقافة المصرية والعالمية، عشان كده كلنا لازم نروح المعرض ده.